السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دروس التدعيمية. تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، عودة موفقة إن شاء الله. راح نبدأ هذه السنة مع دروس الفصل الأول. واش نقرأ قبل أن نبدأ حاول الاشتراك في القناة ولا تنسوا زر الجرس ليصلكم كل جديد أقوم بنشره. بالنسبة للسنة الخامسة ابتدائي سوف تكون سنة سهلة في دروس الفصل الأول. في دروس الفصل الأول راح نطرق إلى بروجي أن. في البروجي أن نحن أوزو في حديقة الحيوان. في سيكونس أن عندنا في بروجي أن عندنا دو سيكونس، سيكونس أن سيكونس دو. في سيكونس أن بوفر بوتي غازيل، وهي بوفر بوتي غازيل وهي الغزالة المسكينة. رايحين نطرقوا لها كذلك. رايحين نطرقوا aussi le sujet les pronoms personnels groupe nominal. رايحين في الجرامر aussi les verbes le complément d'objet direct COD la phrase négative ne ou pas et ne plus. رايحين كلها رايحين نقراوها. aussi les adjectifs cardinaux. في les adjectifs cardinaux وهي الصفات العددية. هذا الدرس مهم جدا بالنسبة للتلاميذ السنة الخامسة، هما أرقام راح نتعرفوا على هذه الأرقام بالحروف 0 1 2 3 تلميذ. aussi le conjugaison راح نطرقوا le verbe s'appeler et se reposer. هادو راهم à l'infinitif نديروهم في البريزون. orthographe aussi le féminin مؤنث en e les adjectifs de couleur وهما صفات الألوان. L'expression écrite aussi, l'expression écrite, وهي الوضعية الإدماجية. Décrire les animaux vivent au zoo. هما في l'expression écrite رايحين نوصفوا الحيوانات التي تعيش في الحديقة، حديقة الحيوانات. في séquence 2 كملنا séquence 1 كملنا نروحوا séquence 2 c'est un vrai phénix. رايحين نقراو c'est un vrai phénix. Aussi, في الجرامر راح نقراو le verbe d'état, les adjectifs attributs, le complément d'objet indirect COI, la phrase négative ne rien, ne jamais, في la séquence 1 راح قرينا la phrase négative ne pas et ne plus, هنايا راح نديرو ne rien et ne jamais. Et les pronoms substituent il ou elle au pluriel. Aussi, راح نديرو les adjectifs de ordinaux. Les adjectifs ordinaux راح نطرقوا ليها aussi نقراوها. Les adjectifs ordinaux. Les adjectifs ordinaux 1 2 هي نديرو premier, deuxième, troisième, quatrième. Ordinaux هي الصفات العددية. راح نطرقوا هذه في هذه السنة راح بالأرقام. نكتبوها بالأرقام premier, deuxième, troisième. Aussi le verbe être et avoir au présent. راح نقراوه ثاني نديرو عليه دروس ونديرو عليه تمارين باش تقدروا تفهموا. Aussi orthographe نروحو لو فيمينا aussi eur eustris. نروحو les homophones a apostrophe a on son et هذه هنا ما ينكتبوش كيف كيف بصح ما ينطقوش كيف كيف ما ينكتبوش كيف كيف ينكتبو كيف كيف بصح ما ينطقو كيف كيف. راح نديرو عليهم كذلك عدة تمارين. في الإكسبرسيون إكريت في لافان في لا سيكونس دو الوضعية الإدماجية راح نديرو فابريكي دي بوستي وهي دانيمو سوفاج. هنايا رايحين نكتبو هنا رايحين نوضعو بطاقة في القسم بطاقة ونخيرو حيوان مفترس ونذكروا اسمه ماذا ياكل وهذا هذه هي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا واش تقراو في بروجي 1. هي بروجي 1 فيها سيكونس 1 وسيكونس 2. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه وفي دروس اخرى.